السلام عليكم البنات، ان شاء الله تكونوا لاباس وبخير، تكونوا هانيين ان شاء الله يا رب العالمين. وحبيت نهنيكم بالعيد، ان شاء الله عيدكم مبارك وكل عام وانتم بخير ان شاء الله يا رب العالمين، وجميع الامه الاسلاميه ان شاء الله يا رب. واول ما نبدا به الصلاه والسلام على رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام. انا جيتكم البنات مع الروتين تاعي هذا تاع نهار العيد، كيفاش فوتو تشوفوا معايا ان شاء الله. هنا هذه ليله العيد، يعني كما كنت تشوفوا اول حاجه بديت بها هي البخور، نموت على البخور، بخرت الدار لانه الغدوه العيد ان شاء الله. بخرت الدار، درت شويه تاع البخور، وكانت بنتي ثاني قالت لي ديري لي الحنه كما كنت تشوفوا هنايا عندي قاع دوك لي ستيكر هذوك لي يلزقوا، هي كانت تسحب وسع على الحنه الاخرى هذيك تاع اللي يديروها يعني البروفيسيونيل هذيك. بون ما كتبش ربي، قلت لها خطا ان شاء الله نشوف لك شي وحده ديرها لك ان شاء الله تاع لا سورينغ هذيك اللي يديروها بلا سورينغ. فوالا دونك شريت لها برك هذه الحنه كيما كتشوفوا هنا، هي حبت تشريها وحده قالت لي ندير بالكحله، وانا شريت هذيك البوردو يعني الحمراء اللي نديروها هذوك العاديه، انا نحب الحمراء. وبعد جربت شويه من هذيك الكحله ما عجبتهاش، قالت لي لي با لي با بيل. قلت لها اخي قلت لك دي الحمراء هي المليحه الكغونه هذيك، بس كاين انواع لقينا عنده احنا شينا من عنده، شيت من عند هذيك المكتبه تاع العصر اللي جايه في البياج دوسيو. عنده ثلاث انواع لقينا عنده، عنده الكحله وهذه البوردو، ولقيت عنده وحده نقولوا كولور ناتورال، الكولور تاع الحنه ناتور بصح ما تجيش حامقه يعني كيما هذه. المهم ولات بدلت رايها ودرت لها من هذيك البوردو، خيرت هذاك الديسان اللي شفتوه، قالت لي ديري لي هذا الديسان. درت لها قلت لها ما نديرلكش حاجه كبيره تعود باينه كبيره بزاف، تعود ما تعودش يعني شابه. درت لها هذيك الحساب اللي تنتاعها صغيره كنت تشوفوا هنا اللي لصق لها فيها، وهي فرحانه راح تطير بفرحه. وقت دير الحنه، وقت ديري لي الحنه، وقت ديري لي الحنه. انا شفع على ارواحنا، حنا بكري كنا كيما هكا غنعدو فرحانين، نعدو طايرين بالفرحه وقت نشوفوا ديك الحنه نتاعنا. المهم قلت لها حنا نتوما عندكم الزهر دوكا، عندكم هذه تاع 5 سنين، قلت لها حنا بكري راهم يديروها لنا وحنا صغار، ويبيتونا بها ليل كامل، نعود نستنى وقت يطلع النهار باش نشوفوا الحنه نتاعنا. المهم بعد ما كملنا يعني ديك الحنه نتاعنا والغدوة الصباح رحنا للمسجد صلينا صلاه العيد، وعيدنا على الحباب نقولوا العبيدات اللي نعرفوهم. ومن بعدها جيت ديريكت لدارنا، دار بابا دار والدي، ربي يخليهم ان شاء الله يجعلهم تاج فوق راسنا ان شاء الله يا رب العالمين. جيت هنايا لقيت ميمتي ديجا طيبت المرقه تاع الشخشوخه، احنا عاداتنا عادات البساكره يعني جلاله يعني اولاد جلال نديرو شخشوخه نهار العيد ما فيها حتى نقاش، الشخشوخه لازمه. المهم بديت لقيت عجنت لي عجنه وحده، وليت عجنت عجنه وحده اخرى. المهم راني بديت نخبز هنايا في الفطير، بديت نخبز فيه كما تشوفوا هنايا، درت كميه. ومن بعدها جاو البنات ثاني خواتاتي يعني معاكم على بالكم، كل مره يجي واحد تلمينا ودرنا فيها يعني عشيه ما شاء الله. تشوفوا معايا دوكا لي زيطاب مع بعضنا حتى نكملوا النهار، تشوفوا معايا يعني كيفاش عديت النهار الكامل يعني تاعي مع لا فامي. انا كما قلت لكم هاني نخبز ندير في الفطير، ومامتي ربي يحفظها كما قلت لكم دارت لقيتها ديجا طيبه المرقه، كنت جايه نجري باش ما يروحش الحال. المهم لقيتها ديجا طيبه المرقه وانا هاني نخبز لها في الفطير، قلت نانيها منه. المهم هذه هي المرقه اللي طيبتها، درتها يعني في قدره كبيره باش تكفينا انا ما شاء الله. المهم ومن بعدها يعني حطينا في الطابله وتغدينا الشخشوخه، وش نقول لكم واحد البنه سورتو طيبها لميمه، وش نقول لكم عندها واحد البنه خاصه مش كيما الشخشوخه نتاعنا حنايا. المهم حطينا الطابله كيما كتشوفوا هنايا، حطينا هذا الفطير وهذه المرقه تاع الشخشوخه، وهذا حنا نقولوا روب فجوخ في الجزائر يعني العاصمه يقولوا فلفل مرقد، حنا نقولوا روب فجوخ. المهم تغدينا برحمه ربي والحمد لله لك يا رب. ومن بعدها بنتي هكا على بالكم الاولاد حطوا لافوغ قدام دارنا يعني مش بعيد عليا،
وهبلتني قالت لي ديني لافوك، لازم تديني لافوك. المهم ديتها دارت فيه شويه لافوكا على بالكم، لعبت برد القلبه، قلت نهار عيد يعني نفرحوا الوليدات. المهم ديتها لعبت فيه شويه، اديني لهذه اديني لهذه اديني لهذه، راكم عارفين الدراري. وديتها لعبت فيهم كاع برد قلبها، يعني في لي جولي تحوس عليهم تاع لاش تاعها يعني. فوالا كاين تاع الصغار، كاين توتاج يعني، كاين تاع الكبار، كاين اخرين تاع اخرى تاع الكبار، اخرين تاع الكبار قصدي. قالت لي ما نطلعش فيهم يعني يخوفوا هذوك العاليين بزاف هذوك، قالت لي ما نطلعش فيهم. طلعت غير في الحساب لاش تاع هذو تاع دراري صغار يعني، هذو تاع عامين تاع سنين نقولوا صغار 5 سنين. ومنها بعدها ولينا رحنا دار بنت اختي ثاني، قالت لنا نروحوا تشربوا قهوه عندي، تشملوا كاع عندي. دونك رحنا لقيناها وجدت لنا كما راكم تشوفوا هنا، يعطيها الصحه وربي يحفظها ان شاء الله، وخلي لها وليدها وخلي لها راجلها ان شاء الله، ويخلي لها والديها ان شاء الله يا رب العالمين يطول في عمرهم. المهم لقيناها مسكينه وجدت كلش. دونك فوالا هنا وجدت الطابله ولي جاتو، ولي جاتو ثاني كل اخر يعني جاب طبسي بعه تاع جاتو كل اخر واش طيب. المهم فوتنا مع بعضنا العشيه، درنا فيها قهيوه كما كنتو تشوفوا، لقينا هي دي مطيبته هي ثاني الكب كيك. فوالا هذه هي الطابله اللي وجدتها. المهم ومن بعدها شربنا القهيوه كاع مع بعضنا في رحمه ربي. فوالا هنا حطينا القهيوه بعد ما شربنا المشروبات والمكسرات، حطينا القهوه مع الكاطو وقعدنا نقصروا على بالكم، درنا فيها عشيه ما شاء الله. تهبل فاتت تهبل ما شاء الله، شو نقول لكم. المهم بعدها قعدنا وما مسكينه ربي يطول ان شاء الله في عمرها ويخليها لنا ان شاء الله يا ربي تعيش فوق راسنا. مسكينه كانت فتلت العيش كما راكم تشوفوا هنايا، هذا العيش حنا نفتلوه ما نفوروهش، تاع العيش حنا نديروا العيش العيش الابيض يعني يجي بالحليب، حنا نقولوا له عيش بوريك. نطيبوه يعني كاين اللي يحب يطيبوه يعني يطيبوا اللي توحموا واللي المهم. فوالا طيبت دارته يعني فتلته نهار من قبل العيد وخلته نشف يعني برك فوق الشتوك فاش سربيته هذيك، نشف برك وباش طيبوا به لازم يعود ني هو ما يعيش مفور. وهنا يا اختي الكبيره ربي يحفظها ويخليها ان شاء الله، لا خليها لنا ان شاء الله يا ربي، هي اللي طيبت العيش هذا العيش الابيض. المهم درناه لليل العشاء، تعشينا به كاع وجبنين وش نقول لكم ما شاء الله. المهم اللي راها تسوحمت تسمح لي بارك. المهم هذه هي يا البنات، المهم تعشينا درنا فيها عيش ابيض ان شاء الله. راني نحط لكم باسكو جاني عليه الدوموند بزاف العيش الابيض عيش بوريك اللي كاين اللي ما يعرفلوش. دونك ان شاء الله نحط لكم في الفيديو خاصه بالعيش ان شاء الله العيش الابيض باذن الله. المهم هذا هو العيش نتاعنا بعد ما حطيناه جابني باش نقول لكم الشهي. هذه هي البنات، تعشينا وعقبنا نهار ما شاء الله، وان شاء الله نتوما ثاني تكونوا عيدتوا لاباس مع اهلكم ان شاء الله ووليداتكم وزواجكم وكل عائلتكم كامله ان شاء الله تكونوا عيدتوا في رحمه ربي ان شاء الله يا رب العالمين، ويعيدوا علينا ان شاء الله العام الجاي باذن الله. وما تنسونيش بليجان وبارطاج، ونقول لكم مع السلامه حبيبات.